اهلا بيكم من جديد. وصلنا لفقره حصاد الاسبوع، وطبعا منورني النهارده محمد عبد الجليل او جاليليو. وطبعا الفقره المميزه اللي بنستناها كل خميس عشان نعرف حصاد الاسبوع كله عن الزمالك، وطبعا بنتكلم محليا وعالميا وقاريا. كن معايا جاليليو، يعني بستنى الحلقه دي يا جاليليو، بستنى الفقره بتاعتك، دايما مميزه ودايما فقره يعني كلنا بنبقى قاعدين مستنيين كده نعرف بقى حصاد الاسبوع اللي بيحصل ايه النهارده. صباح الفل يا نادين. اولا صباح الفل على كل اللي اتفرجوا علينا النهارده. أنا خليتها فقرة مخصصة عن مشوار بطل صعد إلى قمة الجبل، فبينظر بقى لكل اللي مر بيه من تلال وعقبات تحت. طبعا. طب فاكر آخر حلقة لينا أنا وأنت قلنا إيه؟ فاكر. قلنا إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي نيجي نتكلم بس عن. بس إحنا توقعنا الحمد لله غلط. آه يعني. دي حقيقة. قلنا 2-0، أنت قلت 2-0. أنا قلت 2-0. وأنا قلت 2-1 وضربات جزاء، بس أنا كنت على عهدي في إن الزمالك هيشوقنا السسبنس. أنا ما عنديش مشكلة خالص نطلع غلط، المهم نكسب. أي إحنا كنا قاعدين هو شوقنا السسبنس برضه يا جاليليو. إحنا قعدنا نكسب بسهولة يعني. بس قعدنا لغاية آخر ثانية كده برضه كان في سسبنس يعني. إحنا ملوك الهيتشكوك. آه طبعا. ما بنهزرش. آه طبعا. دي حقيقة. طيب يا جاليليو، يلا هبدأ معاك بقى النهاردة، وطبعا زي ما بنبدأ كل فقرة لينا، بس عايزة النهاردة أسألك مين هو بطل النهاية؟ طبعا كلنا عارفينه بس عايزة أسمعها منك. كان فريد شوقي ليه فيلم شهير جدا اسمه بطل للنهاية. ليه؟ لأنه كان دايما بيتغلب على العقبات والظروف الصعبة اللي في حياته لغاية ما كان على عهده، لغاية آخر قصته وآخر رحلته الصعبة اللي مر بيها. فبحس دايما أن فكرة بطل للنهاية أو بطل من الروايات زي ما كان جمهور الزمالك بيحب دايما يلقب نادي، لأن اي عاقل يشوف الظروف اللي بيمر بيها الزمالك يستحيل يتوقع ان نادي زي ده يتوج ببطوله افريقيه في نهايه الموسم. بيكون شيء صعب جدا جدا ان في كل الظروف الصعبه دي، في وسط وقف قيد، وفي وسط مجلس اداره جديد، وفي وسط مدرب لسه جاي، كالعاده الزمالك دايما بتكون ظروفه معقربه. حتى جوزيه جوميز اتكلم على كده، اتكلم وهنيجي للنقطه دي دلوقتي، ان طيب الذكر الحكيم والبروفيسور جيزفالدو فيريرا لما قال له، قال له الزمالك نادي صعب الظروف ولو خصوصية في كل شيء بيمر بيها، مش هتجد الأمور ميسرة والطرق معبدة كده، مش حتى بمزاج أحيانا اللي بيديروه، بيكون في بعض العقبات اللي هتتحط لك فلازم تتعود على كده زي ما فهموا عن جمهور الزمالك. فالحقيقة إن بعد ختام الرحلة الطويلة دي واللقب اللي كان نفسنا فيه كلنا من أول الموسم إن الزمالك يوصل له ويتوج بيه، فهو نتاج لبطل للنهاية، بطل كان دايما من الروايات، بطل كان دايما بيعرف يتحدى الصعاب. والحقيقة ان دخلة النهائي اللي عملها جمهور الزمالك وجمهور الكورفا سود وفكرة كابتن ماجد بعيونه اللي بتلمع وهو بيبص على اللقب وكأنه صحيح. بيجسد فكرة الصعاب اللي دايما هنقدر نتغلب عليها عشان نحقق هدفنا. والجول كان فعلا يعني نسخه طبق الاصل من جول ده حاجه كده عبر الزمن يعني، دي حاجه يعني مرعبه، حاجه سباق عبر الزمن. اكيد احمد حمدي نفسه لما شاف الصوره اتخض يعني. بصي يعني حتى طريقه الهدف، هو بصي الفكره كلها في ان دايما 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 الحاجه اللي بتبقى في وسط ظروف صعبه دي بيبقى طعمها حلو قوي. اه طبعا. لان بتبقى جايه بعد شقه، واحنا دايما حاسين على فكره بطعم البطولات يعني، احنا دايما ملوك الشقه. عشان كده فرحتنا دايما بالزبط. بتبقى كبيره وفرحه يعني بتطلع من تعب، وده علشان كده في بعض الناس ما بتفهمش يقول انت فرحان قوي كده ليه، ما خلاص دي بطوله عاديه. لكن بعض الناس تحب تحط لي قواعد الاحتفال ال 14 يعني، ادونا قواعد الاحتفال يا جماعه، ادونا السكريبت اللي نحتفل بيه عشان نريحكم وما نضايقكوش. طبعا يعني هو دايما انا بقول جمله ان جمهور الزمالك مش بيصنع الحدث. صحيح. جمهور الزمالك هو الحدث في حد ذاته. صح. هتلاقي كل الناس بعد الماتش، وسائل اعلام وكالات عربيه مصريه، كله بيتكلم عن الجمهور قبل النتيجه. طبعا. الطبيعي ان النتيجه تبقى قبل الجمهور، احداث المباراه تبقى قبل الجمهور، لكن قبل اي حاجه جمهور الزمالك. من ماتش الدور التمهيدي في ارتا سولار جمهور الزمالك، الى ماتش النهائي في نهضه بركان جمهور الزمالك في المغرب، الى الاياب في القاهره جمهور الزمالك اللي قفل استاد القاهره وعمل ملحمه تشجيعيه. لو انا شفت من 4 ل 8 يا جليل، والله العظيم يا نادين، انا غير الوقفه في الطريق عشان ادخل الملعب، انا شفت ناس جايه من المنيا، ناس جايه من سوهاج، ناس جايه من اسوان، ناس المحافظات، ناس سايبه شغلها. على فكره دول الخليج كمان شفنا سعوديين واماراتيين، شفنا كل الجنسيات بجد في ويوم حر بشكل غير طبيعي يعني، درجه الحراره لا يتحملها. صحيح. احد الحقيقه يعني، انا قاعد في التكييف جوه العربيه وملك الناس اللي في الملعب فرشه من الساعه 2 غير بقى الناس اللي جهزت للدخله قبلها بيوم واللي حضروا، الناس دي كلها دافعها ومحركها الاساسي هو الشغف، شغف مجنون يحتار فيه علماء النفس بصراحه مع جمهور الزمالك اللي دايما 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 هو السبب في اي بطوله. صحيح. والبطوله دي تحديدا في الظروف الصعبه دي الجمهور هو اللي جابها. صحيح. والحمد لله ربنا كلل مجهود برضو الجماهير اللي انت قلت عليهم جايين من كل حته، الحمد لله روحوا فرحانين. الحمد لله روحوا فرحانين، وده اهم حاجه بالنسبه لنا. طيب نجم الرابعة عشر،
نجم الرابعة عشر هو نجم مصر آخر ثلاث سنين، هو اللاعب اللي أنا بقيت أشعر إن هو بيجسد امتداد لجيل الأساطير، بمعنى إن شعبية الزمالك دي ما اتوجدتش كده، أكيد كان ليها أسباب. أنا بعتقد إن الراحل العظيم حمادة إمام رحمة الله عليه، ربنا يطيب مثواه ويخلد ذكراه، كان سبب في شعبية الزمالك اللي اتنشأت في الستينات، والهتاف الشهير وحمادة حمادة، ولما كان يمشي في الشارع كانت الدنيا تتقلب حمادة إمام. كابتن حسن شحاتة في السبعينات والثمانينات في أوائلها كمل على ده، ناس كتير شجعت الزمالك عشان حسن شحاتة، بالذات لما راح الكويت، هتلاقي في الكويت شعبية طاغية للزمالك وفي الخليج عموما علشان خاطر الكابتن حسن شحاتة والفترة اللي لعبها في الخليج. بيجي بعد كده أساطير كتيرة جدا، لكن بشعر إن المرحلة الانتقالية الثالثة كانت نجل الثعلب الكبير كابتن حازم إمام. حازم إمام ده معجون كورة بشكل على رأي القديم ميم الشربيني، خلى الجمهور يحس إن ده فنان الشعب زي ما بيقولوا كده، زي أبوه، أول حد يورث جينات الموهبة بشكل غير طبيعي. فحازم إمام ورحلته الاحترافية ورجوعه على الزمالك واحترامه وأخلاقه خلت كمان شعبية الزمالك تبقى في الحفاظ. لما مر الزمالك بأسوأ فترات تاريخه وبعصر الاضمحلال الشهير جدا، كان الأمل هو شيكابالا. شيكابالا رغم كل اللي بيتقال على شيكابالا ورغم كل الانتقادات، إلا إن شيكابالا ليه غلاوة لا مساس بيها في قلوب جمهور الزمالك محدش فاهمها، لأن شيكابالا للي زيي وللي عصره الفترة دي كان هو الأمل. صحيح. احنا كنا بنتفرج علشان شيكابالا هيعمل اللقطة دي وهيجيب الهدف ده وهيعمل الترقيصة دي، فالناس مش قادرة تفهم هو غلاوة شيكابالا عندنا كده ليه. لو هو موهبة فذة كريدت يعني غير طبيعي طبعا، ناهيكي عن كده بقى، ناهيكي عن موهبته الفذة، أيقونة زملكاوية ورجله الشمال اللي ما تتكررش يعني، بس شيكابالا بالنسبة لنا كان الأمل وقت الغيوم ما كانت شديدة قوي، كان نقطة الضوء الوحيدة هي شيكابالا. فأنا بعتبر إن زيزو هو امتداد للرباعي ده، للفترات الأربعة اللي بتكلم عليها ده. زيزو دلوقتي أصبح زي ما بقول كده الحبل اللي بيتشعبط فيه جمهور الزمالك عشان يعلقوا عليه أماميهم، هو السوبرمان، هو السوبر زيزو فعلا، لأن حتى لما نيجي نستعرض أرقامه دلوقتي يا نادين اللي عملها في البطولة ومن ساعة ما جه الزمالك بشكل عام والبطولة دي بشكل خاص، 50% زيزو مش كلام ده بالأرقام، 20 هدف للزمالك في البطولة دي، في بطولة الكونفدرالية الموسم ده 10 منهم زيزو. ساهم فيهم زيزو، أرقام مرعبة. لما نيجي نتكلم على فكرة كمان إنه في الكونفدرالية سيزون ده أكتر لاعب ساهم بأهداف، أكتر لاعب صنع أهداف، أكتر لاعب صنع فرص، أكتر لاعب صنع فرص خطيرة، وتاني أكتر لاعب نجاح في المراوغات. لما نيجي نتكلم على إنه نجح قاريا في تسجيل 11 هدف وصناعة 15 هدف لزملائه بواقع 26 مساهمة تهديفية لزيزو في بطولات أفريقيا مع الزمالك، ناقص له 4 مساهمات بس ويتخطى أكتر لاعب ساهم بأهداف في تاريخ الزمالك القاري، طبعا الهداف التاريخي العندليب الخلوق عبد الحليم علي. لما نيجي نتكلم على إنه وصل ل 142 مساهمة تهديفية من ساعة ما جه الزمالك بواقع 79 هدف و63 أسيست، دي أرقام للاعب خيالي، دي ارقام طبعاً. خياليه، مين في مصر بيعمل الارقام لا دي؟ طبعا مين لاعب في مصر بيعمل الارقام دي؟ على فكره انت قلت جمله في الاول يا جلالي، وقلت ان الناس بيبقوا شايفين نقطه ضوء وشايفينه في زيزو قبل شيكابالا وي وي وي، هو الحقيقه احنا بنحس ده كمان في منتخب مصر على فكره، طبعا في النجم الكبير محمد صلاح، ولكن الناس برضو حاطه او مسلطه الضوء برضو على زيزو، يعني زيزو وجوده في المنتخب فارق. انا رايي ان زيزو مش واخد حقه في منتخب مصر، مش واخد حقه في الكره المصريه عموما، بيتقال عليه افضل لاعب في مصر بعض الاحيان، طبعا مش بكلم على جمهور الزمالك، بيتقال عليه، لكن زيزو الكريدت الحقيقي اللي يستاهله كريدت كبير جدا، الراجل دوت بيعمل ارقام مفيش لاعب في مصر بيعملها. لازم نبلور دوت ونبرزه، مفيش لاعب في مصر بيعمل اللي بيعمله زيزو من ارقام، احنا بنديله حقه، لا بنبالغ ولا بنقلل من شأنه، فلازم نكون صريحين وواضحين ان الارقام دي محدش في مصر بيعملها، لكن اللي بيعمل الاسيست واحد، فهو لو ما سجلش بيصنع، لو ما صنعش بيسجل. لو في اقل مود او اقل مستوى ليه بيصنع الفارق، لو في اعلى مستوياته حدث ولا حرج دايما بيصنع الفارق، وارقامه بتتكلم عنه فعلا زي ما انت قلت، يعني اللي بيحبه واللي ما بيحبوش يبص على ارقامه، احنا مش عايزين يعني حاجه اكتر من ده. طيب لو رحنا الرجل الكونفدراليه، مين من رجل البطوله؟ عارفه فكره الراجل بتاع البطوله، انا الحقيقه يعني نفسي اغني بالتونسي لحمزه المسلوسي. انا ما شفتش غني له بالتونسي ده، ما شفتش، لا صوتي زي صوتي النيل يعني، غني له ايه، انا بقول نفسي يعني ما حققتش، انا عايز احقق لك يعني. بصي انا ما شفتش في حياتي لاعب بيعرف يعمل كامباك بعد انتقادات بتوصل له في الزمالك زي المسلوسي، جمهور اتعلق بيه من اول لمسه. محمد شحاته رغم انه كان
اكتشاف متأخر، لأنه بدأ البطولة كأساسي من مباراة الفاينل الذهاب، مباراة نهضة بركان اللي بدأها بشكل أساسي، ومباراة الإياب طبعا قبل ما يستبدل في آخر نص ساعة. الحقيقة محمد شحاتة ولد كبيرا، البروفايل بتاع لاعب فايتر جدا، قوي جدا، مركز جدا، ما بيخافش خالص رغم صغر سنه، إلى أنه عنده شخصية وبروفايل طارق حامد اللي جمهور الزمالك كتير بتشبهه بيه من ساعة ما طارق مشي. بالظبط. اللاعب اللي ما بيخافش ده تطمني له، لأنه لاعب عنده شخصية، واللاعب اللي عنده شخصية حتى لو مستواه في بعض الأوقات نزل، لكن الشخصية بتعوض ده. ميزة طارق حامد الأساسية مع الزمالك إنه كان بيدي 7.5 أفريج في كل المباريات، يدي 9 ويدي 10 ويدي 8، لكن ما ينزلش عن 7.5، نادرا لما ينزل عن 7.5. محمد شحاتة البروفايل ده، اللعيب اللي الزمالك اكتشفه، حتى جوميز ثابت يعني مستمر. جوميز لما اتسأل مين أكتر لاعب شايف إنه هيتطور في اللي جاي، اختار محمد شحاتة، رغم ان بعض الناس كانت بتقول لجوميز ليش حتى ما ياخدش، ليش حتى ما يلعبش، الراجل بدا يديله وكان عنده نظره. وعلى فكره اول مباراه لجوميز شحاتة كان اساسي، مباراه الاسماعيلي في الدوري اللي كانت في شهر فبراير قبل ما يستبدله عشان الانذار اللي خده. فمحمد شحاتة جاي جدا، وانا بعتبره افضل اكتشافات الزمالك في البطوله دي، لان في لعيبه اصلا احنا كنا متفائلين بيها قوي، بعضهم ما لعبش في الكونفدراليه وبعضهم لعب، زي احمد حمدي ربنا يشفيه، زي عبد الله، زي ناصر، كل اللعيبه دي احنا مطمنين ان هي صفقات ممتازه. محمد شحاته كنا مترقبين النوعيه دي، يا ترى محمد شحاته هيدي ايه مع الزمالك، وبعتبر ان شاء الله ان مساله استمراره في الزمالك ونيه شرائه اعتقد ان هي مساله محسومه، زي ما الكابتن حسين لبيب بيتكلم في طبعًا الموضوع ده. طبعا طبعا هو لاعب مميز قوي، والحقيقه فعلا صفقاتنا كلها زي ما انت قلت يعني مطمنين، صفقاتنا كويسه قوي، بنتمنى الشفاء لاحمد حمدي باننا اتكلمنا عليه. يعني طبعا لاعب مؤثر ولاعب مستواه مميز وخلوق ومحترم وخلوق وهادي والحقيقه يعني بس يعني معلش هو المؤمن مصاب وهو راضي وكتب كده وقال انا راضي وانا ما عنديش مشكله، وان شاء الله يا رب نشوفه عن قريب. يا رب كام شهر دول يعدوا كده ويرجع على طول جديد باذن أكيد الله. اكيد طبعا. طب لو هنروح لتحدي الكونفدراليه، بالنسبه لي تحدي الكونفدراليه كان في مباراه دريمز في غانا، مباراه الاصعب، رغم ان كانت المباراه الاسهل لكنها كانت المباراه الاصعب قبل بدايه المباراه. ليه؟ عشان خدناها جد قوي. احنا كنا رايحين يا قاتل يا مقتول زي ما بيقولوا، التاهل مركزين فيه جدا، كل دقيقه انا بعتبرها احد افضل مباريات جوميز كمان مع الزمالك، في التشكيل اللي بدا بيه، في الطريقه اللي ادار بيها الجيم، في يعني لو جبنا كده ثلاث فترات لجوميز مع الزمالك في مسيرته الصغيره دي، انا بعتبرهم البيك. هلاقي مباراه الاهلي الشوط الاولاني نهائي كاس مصر، هلاقي مباراه دريمز في غانا الشوط الاولاني برضو، او المباراه كلها للامانه يعني، بس اول 25 30 دقيقه الحقيقه اللي نزل خلص فيها الجيم، واول 20 دقيقه من الفاينل قصاد نهضه بركان لحد ما جه جون احمد حمدي. صحيح. زمالك عارفه اللي بيسموه الهيفي ميتال فوتبول، شغل الجنون بتاع يورجن كلوب مع ليفربول، ضغط ضغط ضغط، انا هسجل يعني هسجل، مش هسيب لك فرصه تتنفس بالكوره. فالحقيقه ان الثلاث فترات دول ومن ضمنهم المباراه دي، لان الجايه من تعادل سلبي على ملعبك امام فريق عنده طموح كبير قوي انه يكون اول فريق غاني بيوصل فاينل من 20 سنه في بطولات افريقيا. صحيح هو مش الفريق القوي، لكن الخصم الضعيف لما تديله الفرصه ويصدق نفسه بيكون اخطر من الخصم القوي. صحيح. فالحقيقه ان دريمز الغاني صدق نفسه قوي، انا شفت في مباراه الذهاب في الملعب بيحتفلوا بعد التعادل، كانوا مصدقين قوي ان احنا هنصنع المجد خلاص ونتاهل للفاينل، لكن الزمالك راح المباراه دي يعني استقبال، انت شفت اكيد ان انت خلاص تعط يعني بيستقبلوهم الاستقبال ده في غانا، كانوا فرحانين بالتعادل مع الزمالك، الزمالك بالنسبه لهم اسم كبير قوي، فعشان يتعادلوا معاه في استاد القاهره وسط الحضور الجماهيري ده كان انجاز. فبالنسبه لي التحدي الاكبر للزمالك كانت المباراه دي، وبعد المباراه دي حسينا قوي ان اللقب ان شاء الله قرب بصرف النظر عن المنافس في النهائي. صحيح. وكان برضو شفناهم في غانا بيتصوروا مع شيكابالا وعاملين له يعني هو برضو نادي الزمالك ليه كده سمعه وليه تاريخ كبير، اي فريق في الدنيا هيكون بيلعب قصادنا هيكون عامل حساب ده كويس قوي، وزي ما انت قلت هم فرحوا بالتعادل يعني. لكن نرجع تاني ونروح نشوف تصدي الكونفدراليه، من وجهه نظرك كان ايه هو التصدي؟ انا بشوف ان محمد عواد الحقيقه نال انتقادات، لكن انا عايز انصفه في فكره انه رغم كل الانتقادات اللي نالها عواد في البطوله، ومع ذلك لعب وادى الى انه اكتر حارس خرج بكلين شيتس في جميع مباريات البطوله. هو عواد اكتر حارس عمل شباك نظيفه، وانا ما انسلوش ابدا، ولسه كنا بنتكلم على مباراه دريمز، ما انسلوش اللقطه دي اللي على الهوا دلوقتي، التصدي الخيالي لانفراد الكره دي جون يعني ما فيهاش كلام. فعواد عنده من المستويات، وانا بقول له على الهواء عواد انت عندك من المستويات اللي تقدر تخليك حارس منتخب مصر. صحيح. بكل تركيزك وبكل اخلاصك للمرمى،
انا الحقيقه شايف ان عواد الفتره الاخيره حتى هو اتكلم ان هو بيعيش ضغوط وتشتيت، ربما يكون عنده ظروف، ربما يكون عنده حاجه، بس عواد في اعتقادي حارس كبير جدا وموهوب جدا في الانفرادات وفي الواحد على واحد. صحيح. فعواد تصدي الكونفدراليه بالنسبه لي كانت اللعبه دي، لو كان دريمز سجل الكون ده والشوط الاول اتغير مساره وخرج 2-1 كنا ممكن جدا المباراه تتعقرب وتروح في حته تانية ولا يحدث ما حدث. صحيح. فالحقيقه ان محمد عواد هو اكتر حارس خرج بشباك نظيفه في البطوله، فله التحيه حتى طبعاً مع طبعاً الانتقادات اللي نالها. طبعا وعنده احساس بالمسؤوليه عالي قوي. وهيفضل التاريخ يقول ان محمد عواد كان حارس الزمالك طبعاً في البطوله رقم 14 قاريا في تاريخه. طبعا. طيب انجاز الكونفدراليه. انجازات بقى. احنا كنا بنقول ان الزمالك وهو النادي الاكثر تتويجا بالالقاب القاريه في القرن العشرين، وده مش رايي، دي معلومه التاريخ هيفضل يقولها وهيفضل يتذكرها، لان التاريخ ما فيهوش افتراء ولا تزوير، التاريخ بيعرف حقيقه، والحقيقه بتقول ان الزمالك في القرن العشرين هو الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقيه. الزمالك اضاف النجمه ال 14 ليه في تاريخه وفي سجله القاري بعد الفوز ببطوله الكونفدراليه الاخيره، واللي بيفوز بيها للمره الثانيه في تاريخه بعد طبعا بطوله 2019. خليني اقول لك كمان يا نادين ان من ضمن الحاجات الهامه جدا هي التفصيله، 5 ألقاب من دوري ابطال افريقيا قدر الزمالك يتوج بيهم، 4 ألقاب من كاس السوبر الافريقي، ان شاء الله الخمسه تبقى في شهر سبتمبر ان شاء الله. بصرف النظر عن المنافس، 2 لقب من كاس الكونفدراليه الافريقيه بعد اللقب الاخير اللي اتحقق يوم الاحد اللي فات، 2 لقب من الكاس الافرو اسيويه، ولقب من كاس الكؤوس الافريقيه طبعا الشهير جدا سنه 2000 تتويج يا ويندي الرمضاني اللي جمهور الزمالك ما ينساهوش. وبالتالي الزمالك بالارقام صعد الى المركز السابع في سلسله الانديه المتوجه ببطولات قاريه حول العالم بالرصيد 14 لقب بالتساوي مع ليفربول ومع بايرن ميونخ، مع كامل اعتقادي والزمالك اهو في مرتبه متقدمه ان المنافسه هناك حاجه والمنافسه في افريقيا حاجه، بس أكيد. انا بتكلم على القياس وليس المقارنه. أكيد. لان أكيد. انا بقتنع تماما ان فكره مقارنه نادي بريال مدريد او مقارنه نادي بايرن ميونخ ليفل تاني خالص، انا بتكلم على القياس. الزمالك في قارته اكوال عظام قاره اوروبا وامريكا اللاتينيه، لانه بأرقامه القارية وبتتويجاته رغم غيابه فترة طويلة، لكنه يبقى الزمالك بتاريخه العريق جدا اللي البعض محتاج يفتكره عشان يعرف هو بيتكلم عن مين. صحيح يا جلال. طيب لو هنروح للوحة الشرف بعد التتويج. لوحة الشرف دي عايز اقول لك يعني لما الواحد يبص عليها كده بيشوف قد ايه تاريخ الزمالك الافريقي مر عليه ناس صنعوا اساميهم بحروف طبعًا. من ذهب. طبعا. حروف من ذهب الحقيقة. بداية من العظيم العظيم ربنا يديله الصحة كابتن محمود ابو رجيلة، ابو الرجولة كلها، رمزنا وكابتن نادي الزمالك في الستينات، المدرب الاول اللي يحصد مع الزمالك لقب بطوله افريقيا سنه 1984، صاحب اول لقب افريقي في تاريخ الزمالك ختاما بالبرتغالي جوزيه جوميز. طبعا مش عايز اقول لك بقى 84 كابتن ابو رجيله، ريتشي باركر 86، عصام بهيج ربنا يرحمه 88 الافرو اسيوي، كابتن العظيم محمود الجوهري والوحيد الشرف اهي كمان معانا جلاليو بالظبط، كابتن جوهري رحمه الله عليه المدرب الاسطوري للكره المصريه، بطل بطولتين ابطال افريقيا 93 والسوبر الافريقي على حساب الاهلي 94، الالماني ديثلم والك فيرنر بطل بطولتين هو كمان ابطال افريقيا للدوري 96 والسوبر الافريقي 97، مستر رود كرول بطل الكاس الافرو اسيويه 97 من هولندا، بيجي الماني اخر هو اوتو بفستر مدرب الزمالك في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه 2000 واللي رفع معانا اللقب، بيجي طبعا طيب الذكر كارلوس كابرال اللي فاز معانا ببطوله 2002 بطوله السكسي فوتبول اللي الزمالك لعب فيها احلى كوره في تاريخه مع الجيل القوي جدا جيل مطلع الالفيه، والسوبر الافريقي على حساب الوداد 3-1. هتلاقي دايما الانديه المغربيه وش السعد على الزمالك، بيكون الزمالك دايما بيعرف يحقق على حسابها القاب. السوبر طبعا الطيب الذكر السويسري كريستيان جروس اللي فاز معانا بالكونفدراليه الافريقيه 2019 ومن بعده الفرنسي باتريس كارتيرون 2020 واخيرا ان شاء الله وليس اخرا جوزيه جوميز البرتغالي، اول برتغالي تخيلي يحصد معانا بطوله افريقيه هو جوزيه جوميز، رغم ان البرتغاليين ليهم بصمه بيضاء في تاريخ الزمالك وعلى راسهم طبعا البروفيسور جيزفالدو فيريرا، لكن جوزيه جوميز اول برتغالي. عندنا 3 مصريين وتمن اجانب، 3 مصريين ب4 بطولات وتمن اجانب ب10 بطولات. تاريخ كبير قوي. شايف ان يعني مستر جوزيه جوميز كده حفر اسمه خلاص بقى. خلاص هو اوريدي واحد من المدربين العظماء في تاريخ الزمالك، لانه قدر يحصد مع الزمالك لقب قاري، والحقيقه ان هو من اصعب الالقاب القاريه طبعا، لان هتلاقي معظم الناس دي نادين يعني
بدون استثناء تقريبا مسكوا من الاول. كان بقالهم فتره مستقرين ومعاهم جيل وفي رفاهيه، مفيش بقى وقف قيد ومجلس اداره يا عيني لسه جاي شايف تراكمات سيئه وماضي صعب. لكن جوميز في 3 شهور يحصد لقب افريقي، دي حاجه تتكتب، هتتكتب له وبوش كبيره قوي، وهتتشال من عليه اسهم النقد اللي بقالها فتره ضغطه ضغطه ضغطه. ومش كده كده مش هيتساب، لان طبيعي مدرب الزمالك لازم يبقى عليه العين، لكن هو نفسه هيشم نفسه شويه. طبعا هيشم نفسه شويه، لان ده مهم انه كمان يخرج اللي عنده، لان انا بعتبره مدرب ممتاز على مستوى العلاقه الانسانيه وهنجيب دي حياه وانسجم بشكل كبير مع اللعيبه في وقت قصير قوي. صحيح. طيب نروح لمساهمه البطوله. مساهمه البطوله الحقيقه للناس اللي دايما بنتكلم عنهم وبنقول لهم انتوا فين؟ انتوا وعدتوا وانتوا تعهدتوا وانتوا تحملتوا المسؤوليه. ومن حق الجمهور ومن حق اي حد ان هو ينتقد مجلس اداره الزمالك، ده طبيعي. انت في عمل عام وعمل تطوعي لازم تبقى معرض لاسهم النقد، لكن زي ما بشيلك وقت الجد لازم اشيد بيك وقت الرفاهيه. صحيح. المجلس ده جه ومفيش قيد، عمل ايه؟ عمل صفقات في الشتاء وفك القيد. من ضمن الصفقات دي احنا اتكلمنا، احنا اتكلمنا دلوقتي على 2، محمد شحاته بنعتبره من احد افضل اكتشافات الزمالك في يناير، واحمد حمدي اللي سجل الهدف في النهائي وهدف البطولة، هو لاعب من صفقات يناير اللي كان موقوف فيه القيد واتفك بعد ما الناس دي اشتغلت. صحيح. فلازم نسقف لهم ونقول لهم شكرا، انتوا اشتغلتوا وعملتوا اللي عليكم ومساهمتكم في البطولة دي واضحة. في أبطال كتير للكونفدرالية على رأسهم الجمهور، في لعيبة مميزة، في ناس حفرت أساميها، في مدرب اشتغل، لكن المنظومة دي كلها لولا مجلس الإدارة على الكابتن حسين لبيب والافاضل اللي معاه وتدخلهم ربما ما كناش نقدر طبعًا نتوج بالبطوله طبعًا بدون فك القيد، لان اكيد صفقات يناير ادت للفريق متنفس شويه. تخيلي احنا كده وبنقول يعني عندنا نقص في القايمه وعندنا طبعًا مشاكل ولسه محتاجين دعم، تخيلي بقى كده بالدعم اللي حصل في يناير ما بالك من غيره. فبالتاكيد لمجلس اداره حسين لبيب مع كامل الاحترام للالقاب دور في اللقب القاري ال14، وانا من هنا بحييه كزملكاوي قبل ما تكون شغال في المجال انه قدر يقوم بدوره. طبعا. شكرا على انك قمت بدورك. طبعا ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احنا متعشمين فيك، لان بدون الماضي ما بيكونش فيه مستقبل. لما سجلك بيبقى كويس بنتعشم فيك اكتر، لما تفك القيد مره وتعمل مشاكل الناس هتتعشم فيك اكتر انك تقدر تواجه المشاكل. صحيح هي مشاكل صعبه، صحيح هي ارث ماضي سيء جدا، ولكن بالنيه وبالاجتهاد وبالنوايا الحسنه تقدر ان شاء الله تكمل على العمل ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. طيب نروح لرهان الكونفدراليه. رهان الكونفدراليه هو الراجل اللي كنا لسه بنتكلم عنه، ولكن قبل ما نتكلم عن المدير الفني الحالي انا مش عايز انسى الكابتن معتمد جمال، لان الراجل دوت مسك الفريق في ظروف صعبه جدا وقدر يحط الزمالك على طريق التاهل ل ما بعد دور المجموعات. ما ننساش ابدا الانتصارات الاولى للزمالك والعلامه الكامله اللي حققها في الدور الاول كان معتمد جمال، فانا بوجه له الشكر. لو حد هينسى معتمد جمال فده مش فير، الراجل دوت مسك الفريق في ظروف صعبه، انا بشكره كزملكاوي برضه وبوجه له التحيه على انه عمل اللي عليه في الفتره الصعبه دي بدون صفقات يناير، قدر يحقق علامه كامله في الدور الاول ما حققناهاش من سنين في بطولات افريقيا. من بعد ما اعتمد جمال جه مستر جوزيه جوميز اللي رغم كل الانتقادات اللي تعرض ليها في فتره صعبه قوي الا انه قدر يحصد مع الزمالك لقب افريقي في 3 شهور بس، ويحفر اسمه في لوحه الشرف اللي كنا لسه بنتكلم عنها. طبعا. فدول بالنسبه لنا كان الرهان والحصان الاسود للبطوله دي. صحيح. طيب هدف الكونفدراليه يا جلالي. اهم هدف للزمالك في البطوله دي هو هدف سيف الجزيري في المغرب. صحيح. مفيش اهم منه. 2-0 دي ضلمه هتيجي في الاياب، والله لو ايه نهضه بركان هيمارس كل انواع الاجلي فوتبول. صحيح. عشان تجيبي 3-0 حتى مع الجمهور ومع الدفع صعب قوي، لكن هدف سيف الجزيري الرائع اللي سجله وفرحته بيه وقيمته هو هدف ب2، لان قاعده الهدف خارج الارض ما زالت بتطبق في بطولات افريقيا، والزمالك لاول مره تخيلي في تاريخه القاري يستفيد منها. كل بطولات الزمالك اللي قبل كده 84 كسبنا رايح جاي، 86 ضربات جزاء، 93 ضربات جزاء، 96 ضربات جزاء، 2002 كسبنا اتعادلنا في المغرب وكسبنا واحد هنا هدف دونجا، 2019 ضربات جزاء، كل بطولات الزمالك ما كانش فيها استفاده من القاعده دي الا البطوله. صحيح. الاخيره دي هي اول مره الزمالك استفاد من قاعده الهدف خارج الارض، فده اهم اهداف الزمالك في البطوله. صحيح. هو هدف سيف الدين الجزيري، نصر قرطاج، سيف الدين الجزيري طبعا رجل المباريات الصعبه. دايما بنقول عليه كده، دي حقيقه طبعا. طيب جمهور بقى نادي الزمالك، جمهور الزمالك ما بينساش اللي بيقف جنبه في وقت الصعاب. انا بشكر من هنا وكلنا بنشكر كل الناس اللي دعمت الزمالك في يوم النهائي، من اولهم
الكبير جيزفالدو فيريرا البروفيسير طبعا. اللي نزل بوستر وشير بوست تنويه او دعم لنادي الزمالك ليله المباراه وهو كانه بيشجعه وبيشجع تلميذه جوزيه جوميز اللي كان معاه بقى في مالاجا وباناثينايكوس وكورتو وبنفيكا. برضه على فكره بادائه اشاد بادائه هذا الرجل يستحق تكريم وانا بطالب مجلس اداره الزمالك جيزفالدو فيريرا يستحق تكريم يليق باللي عمله للزمالك واللي لسه بيعمله وهو على مشارف التمانين وخارج اسوار النادي. كمان ايمن حفني وزيارته للنادي ودعمه للعيبه في التمرين قبل الاخير، الناس اللي نزلت بقى يوم المباراه من نجومنا السابقين بلدوزر مصطفى محمد ابن النادي الاناكوندا، كابتن فرجاني ساسي نجم تونس ونادي الزمالك السابق، كابتن طارق حامد طبعاً اللي كنا لسه بنتكلم على ان شاء الله حتى يبقى خليفته، محمد عبد الغني انا بشكره لانه كان ليه دور في الكونفدراليه 19 حتى لا ننسى، حتى لو محمد عبد الغني البعض بيرى ان مستواه قل بعد كده كتير، لكن عبد الغني عنده اصل في طبعاً. انه يتمنى الخير للزمالك طبعاً. وانا ما انسالوش بطوله 19 مع جروس كان مساهم فيها بشكل قوي جدا، فاحنا ما بننساش اللي كان في ظهر النادي في الوقت ده واقف جنب النادي ده طبعا. طيب لقطه الكونفدراليه بقى بالتاكيد هي الصوره اللي صاحبها دلوقتي، يعني عايز اقول لك انا امبارح دخلت على صفحه نهضه بركان هم منزلين صور من التدريب بعد ما رجعوا للتدريبات ربنا يعني يوفقهم يا رب. عندهم مباراه اعتقد مع الرجاء مباراه مهمه في البطوله المغربيه ان شاء الله. فالصور كلها البوست نفسه واخد 500 لايك، ياسين البحيري واخد 10000 جمهور الزمالك داخل كله دخل على عامل له ملحمه تشجيع وعنده على فكره على الاكونت بتاعه كمان وهو انا دخلت وبصيت يعني سمح ووشه وباين عليه الايمان والتقوى والادب والاخلاق يعني فالحقيقه ان اللقطه دي لاجل هذا خلقت الحياه اصلا ان البني ادم يكون عون لاخيه فما بالك ان هو اكتر من 2 مليون فيو في 24 ساعه نسي لما عملنا التقرير عن ياسين البحيري يعني 2 مليون يستاهل يستاهل ولعيب راجل ومحترم والزملكاويه لا يعني لا طبعا عارفه فكره ان انت بتنسي الكومبيتيشن اللي ما بيننا عشان بس فاكره ان قيمه في الحياه فانا بقول له حياك الله يا بحيري طبعا لفظ حياك الله في الثقافة العربية بتعني ان ربنا يبارك في عمرك ويدي لك عمر مديد زي ما كنت سبب في ربما انقاذ حياة زميل ليك حتى لو كان زميل منافس طبعا. اعتقد ان اللقطة دي هتترشح لجوائز الفيفا صحيح. ان الفيفا بيعمل جايزة على اللقطات الانسانية صحيح. اللي زي دي طيب نروح بقى لاحتفال الكونفدرالية بالتأكيد انا بالنسبة لي زي ما شفنا زيزو وشفنا الجزيري بس احمد حمدي ربنا يشفيه منساش في هدف مهم جدا في النهائي انه يعبر عن ان فلسطين في بالنا وفي ذهننا فاحتفال حنظلة التاريخي اللي عمله ودعمه ودعم الزمالك كأول نادي مصري يزور قطاع غزة سنة 2000 انا بعتبر انه يفكر في التوقيت دوت وسط الجمع دوت انه فلسطين على فاكر فلسطين طبعا فاحتفال شخصية حنظلة التاريخية اللي عملها الرسام الفلسطيني الشهير ناجي العلي بيؤكد على ان فلسطين على بالنا على بال كل مصري وعلى بال الزملكاويه حتى في احتفالاتهم وشفنا على فكره فيديوهات من القطاع بيحتفلوا بهدف احمد حمدي رغم الصعوبات اللي بيمروا بيها طبعا ربنا يا رب يكون بيحاولوا يتعايشوا رغم كل شيء يعني طبعا فبنحييهم من هنا اكيد طيب وعد الكونفدراليه وعد الكونفدراليه كان لمحمد مدحت انا الحقيقه بحترم قوي فكره ان من ساعه ما توفى الله يرحمه المعد البدني يا رب طبعا. كل وعد ان البطوله دي هنجيبها ونسجلها باسمه بس انا الحقيقه لاحظت ان زيزو تحديدا يمكن يكون اكثر المتاثرين بوفاته طبعا. حتى في عزاء عيط كمان بعد في عزاء لما جه وقف في الصف الاولاني بيتلقى العزاء كانه من اهله بالظبط واضح انه كان صديق مقرب ليه جدا فالبطوله دي اهداء لروحه الغاليه نزل ستوريز كتيره قوي لمحمد مدحت زيزو زي ما انت شايفه يعني بيتكلم عنه بشكل كانه كان صديق مقرب ليه فواضح ان البني ادم ده انا الحقيقه ما اتعاملتش معاه الله يرحمه ويحسن اليه انما محمد مدحت واضح انه كان بني ادم نقي قوي فربنا يرحمه واحنا بنهدي له البطوله دي طبعاً. وكل زمايله وعلى راسهم نجم البطوله زيزو اهداله اللقب دوت في روحه الغاليه فهو كان وعد واتحقق طبعا اخيرا بقى بطل كل شيء هو الجمهور اللي حير علماء النفس في كل شيء عصام الشوالي ليه جملة جميلة قوي عن جمهور الزمالك بيقول ان جمهور الزمالك دوت لولا كان الزمالك اندثر من فترات قوي ولو يحسد الزمالك على شيء فهو يحسد على جمهوره فجمهور الزمالك الحقيقة هو بطل كل شيء هي بطولته بامتياز شعب الزمالك احنا كان مصر كلها كانت زملكاوية اليوم ده بص المشهد معانا عامل ازاي يعني ما تعرفش تجيب اي خدمة محافل مكشوفة واستادات متقفلة كله كله. بس جمهور الزمالك قليل زي ما البعض بيقول قليل قليل جدا يعني مش عارف لو كان كتير كانوا عملوا ايه يعني لا 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 يعني طبعا جمهور الزمالك ما شفتش اوفى من كده وما شفتش شغف وحب للنادي اكتر من اللي بيعمله طبعا جمهور نادي الزمالك والحقيقه الوقت جري وخدنا ولكن استمتعت بالحديث معاك وبستمتع دايما بفقرتك يا جلالي وبشكرك وبتنورني كل خير بشكرك يا نادين وان شاء الله ان شاء الله اخر حاجه حابب اقولها ان بكره ماتش الهاندبول
فرقه الكوماندوز الرجاله، بطوله في توقيت صعب قوي لو حققوها يرجعوا درع الدوري بعد ما قدروا يفوزوا في مباراه الثلاثه اول امبارح، تقدروا تعملوها بكره بقياده الاسطوره والايقونه احمد الاحمر. اكيد ان شاء الله بالتوفيق ليهم وبالتوفيق لكل الالعاب الرياضيه والنادي الزمالك النهارده في المباراه، ان شاء الله يفرحونا ونفضل الدوري بقى ماشيين بقى على بقى طريق الانتصارات ده يا رب. اكيد يعني بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، كان اكيد منورني محمد عبد الجليل جاليليو، والفقره المميزه كل خميس طبعا فقره حصاد الاسبوع، استنونا في حلقه جديده من نهارك قبل.